مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم بالتغطية المباشرة لليوم يعني الأليم والانفجار الكبير اللي حصل بالأمس بالعاصمة بيروت اللي أودى بحياة أكثر من 115 شهيد والألاف من الجرحى وأيضا الألاف من المفقودين. وبيستني استضيف المحامي محمد أمين الدعوة، أهلا وسهلا فيك. يا هلا، الله معك. يعني اليوم أول شيء خلينا نقدم تعازينا لأهل بيروت ويعني مواساتنا لكل الجرحى. يا ريت التعازي بتكفي الحقيقة، مصيبة وحلت بهالبلد عموما وببيروت خصوصا. ما يعني ما مرق على معلوماتنا، مش بس على حياتنا، ما سامعين بهيك قصة، ما حصل هيك كارثة بهالمدى وبهالعمق وبهالأبعاد. نعم، يعني أضرار كبيرة كتير شهدتها بيروت ومحيط مرفق بيروت وكل هالمنطقة. ومن هناك تنضم إلينا الزميلة هبة عياد لتعطينا أكثر شوي عن الصورة اللي حصلت بمحيط مرفق بيروت. تفضلي هبة. نعم، يعني توني فور إعلان مقررات مجلس الوزراء واتجاه البلاد نحو إعلان حالة طوارئ، يعني جاءت إلى هنا إلى منطقة المرفأ العديد من سيارات الشرطة العسكرية، وكنا سألناهم لماذا تواجد هذه السيارات هنا، قال لنا نحن أمن ولأجل حماية المباني من السرقة. يعني تواجد القوى الأمنية بدا واضحا ومكثفا في الطرقات العامة، لا سيما في منطقة الانفجار والمحيط. كذلك كانت مرت العشرات من سيارات الإسعاف بحالة طوارئ ودخلت إلى منطقة الجرميزي، وبحسب القوى الأمنية أن هناك مبنى معرض للسقوط، ما يعني أن هناك يعني أضرار تتكشف أكثر وأكثر مع الوقت ويجب على المواطنين أخذ الحيطة والحذر. خصوصا كان قبل قليل قال رئيس بلدية بيروت ودعا لإخلاء جسر شارل الحلو، هذا الجسر هنا، بسبب تعرضه للتصدع والخلل، فربما يعني لا قدر الله أن يتعرض هذا الجسر للسقوط، فهو قد تعرض للتصدع. إذن كما نشاهد أن الأضرار تتكشف شيئا فشيئا، والمزيد من المأساة والمعاناة. هذا الانفجار أثره سوف يكون كبير ويستمر لأيام طويلة ربما. إذن هذه هي المشاهد هنا من على كورنيش النهر مقابل المرفأ، يعني حركة ربما هرج ومرج من المواطنين الذين يعني يمرون من على الطرقات يعني مثل موهولين. كذلك جمعيات أهلية تقوم بتنظيف الطرقات كما نشاهد بعدسة الزميل توفيق بجاني لرفع الركام والزجاج عن الطرقات. إذن هذه هي الأجواء حتى الساعة من هنا توني. نعم لك هبة، شكرا يعني للصورة التي وضعتنا بها في محيط مرفأ بيروت. مشاهدينا الكرام، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في مذكرة يعلن الحداد العام على أرواح الشهداء الذين سقطوا جراء الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت. لذلك تقفل جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمدة 3 أيام اعتبارا من تاريخ 5/8/2020. تنكس الأعلام على جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وعلى جميع السفارات اللبنانية في الخارج، وأيضا تعد البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع هذه الواقعة الأليمة. أمضى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، كيف تصف تعامل السلطات مع هذا الانفجار الكبير؟ الحقيقة مؤسف ومعيب، وطبعا يعني أنا بتعليقاتي السياسية المتكررة كنت أشير إلى غياب تام للحكم والحكومة، يعني ما كان حاسين بصرف النظر عن مبادئنا السياسية اللي قد تتناسب أو تتنافى مع الحكم الموجود أو الحكومة الموجودة، إنما حكومة غايبة، حكومة يدعي رئيسها بأنه بعده واصل، أنه 97% من الإنجازات قد تمت.
وهي لم تتم أشي من الإصلاحات ومن النتائج اللي بتوصلك إلى مكان ما. للأسف إلى أن جاءت هذه الكارثة اللي هي أكبر من كل الحكم وكل الحكومة ومن كلنا سوا. أستاذ محمد سوري على المقاطعة، بس لأنه فضل بسبب النقل المباشر رح ننتقل إلى بيت الوسط للاستماع إلى الرئيس فؤاد السنيورة بعد اجتماع رؤساء الحكومات السابقين. سنستمع إلى كلمة الرئيس فؤاد السنيورة. تفضل دكتور رئيس. دكتور رئيس تفضل. عقد رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام اجتماعا للتداول في التطورات الحاصلة في البلاد، والتي كان آخرها الكارثة التي حلت بمدينة بيروت وأهلها القاطنين فيها جراء زلزال الانفجار الذي وقع في أحد عنابر مرفأ بيروت وأدى إلى سقوط أكثر من 100 شهيد وأكثر من 4000 من الجرحى ومئات آلاف المنكوبين. وإزاء هذا الخطب الجلل أصدر الرؤساء البيان الآتي نصه: يتوجه رؤساء الحكومة السابقون بالتعزية القلبية الحارة إلى عائلات الشهداء، راجين من الله تعالى أن يشملهم برحمته وأن يبلسم جراح الجرحى ويأخذ بيد جميع المنكوبين، وهم جميعا سقطوا جراء هذا الانفجار الرهيب غير المسبوق الذي تعرضت له ست الدنيا بيروت. فبيروت المدينة الصابرة والصامدة ما زالت تعاني منذ أكثر من 4 عقود من سلاسل لا تنتهي من العسف والتدمير والتنكيل، لتنكب اليوم من جديد بنكبة ما بعدها نكبة، وهي التي كان بالإمكان تفاديها وعدم الوقوع فيها لولا فقدان القيادة والتبصر والإرادة، وهو الحال الذي كان قد أدى قبل هذه النكبة إلى انهيار كبير في ثقة اللبنانيين في الحكومة وفي العهد، وكذلك ثقة المجتمعين العربي والدولي بهما. إن وجود الأجهزة الرسمية الأمنية والمدنية في حرم المرفأ دون أن تتنبه لتلك المخاطر الرهيبة، فإن الواجب يقتضي محاسبة كل من يثبت تقاعسه أو تورطه في عدم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية والتي كان يمكن أن تحول دون حصول هذه الكارثة المزلزلة. من هنا يرى الرؤساء السابقون ضرورة الطلب من الأمم المتحدة أو من الجامعة العربية تشكيل لجنة تحقيق دولية أو عربية من قضاة ومحققين يتمتعون بالنزاهة والحرفية والحيادية لمباشرة مهامهم في كشف ملابسات وأسباب ما جرى من كارثة حلت بلبنان واللبنانيين في مدينة بيروت. في ذات الوقت يطالب الرؤساء جميع الأجهزة الموجودة في المرفأ بالتآزر سوية للحفاظ على مسرح هذه الجريمة والحرص على عدم العبث به. أيها اللبنانيون، يا أبناء بيروت، صحيح أن المصيبة كبيرة وهائلة، وهي قد طالت أغلب سكان ومساكن العاصمة، لكن إرادة أهلها وإرادة اللبنانيين لن تنكسر. فواجبنا جميعا تجاه عاصمتنا ووطننا الحرص على التضامن والعمل الجاد، وتحديدا في ضوء الحقائق الواضحة والنتائج الشفافة للتحقيقات لكشف المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن هذه الكارثة التي وقعت تحت أعين الأجهزة الرسمية اللبنانية المتواجدة في حرم المرفأ. إن الواجب ودقة الظروف وخطورة الأوضاع تتطلب من الجميع التطلع إلى الأمام
بثقة وعزيمة لا تلين وإرادة لا تتزحزح من أجل إعادة إعمار ما تهدم وتضرر من أجل النهوض بمدينتنا وعاصمتنا. ولذلك فإننا نتوجه إلى أهلنا في بيروت وإلى كل اللبنانيين وإلى كل الأشقاء والأصدقاء في الوطن العربي وفي العالم لنقول أن بيروت التي أحببتموها تناديكم وتستصرخكم، وهي بحاجة لكم ولمساعدتكم لتقفوا مجدداً معها لكي تعود وتقف متألقة كما كانت لؤلؤة العواصم العربية ومدينة العز والتألق ورمزاً للدولة التي تحرص على فرض سلطتها الكاملة على جميع مرافقها ومناطقها. انتهى البيان. تطرقنا لهذا الموضوع ولننتظر يعني ماذا يمكن أن نجد خلال اليومين القادمين. نحن موقفنا الأساسي وموقفي أنا شخصياً هو أنه ليس هناك من خيمة على أحد. كل من تثبت مسؤوليته يجب أن يكون خاضعاً للمحاسبة والمساءلة. ليش الأمم المتحدة والجامعة العربية بالتحقيق؟ ما في ثقة بالدولة اللبنانية؟ أظن أنا لو نزلت على الشارع بلبنان الآن وقابلت أي لبناني in a random way حيقول لك أن ليس لعندي أي ثقة في في التحقيق الذي يمكن أن تجريه الأجهزة اللبنانية. إذن مشاهدينا الكرام استمعنا إلى تصريح الرئيس فؤاد السنيورة بعد اجتماع رؤساء الحكومات السابقين في بيت الوسط، وما أهم ما جاء في تصريحه أنه نرى ضرورة بالطلب من الأمم المتحدة أو الجامعة العربية تشكيل لجنة تحقيق دولية أو عربية لكشف ملابسات ما جرى. وعند سؤاله لماذا يعني هذا الطلب قال ممكن الناس عندها ثقة بالتحقيق اللي حيصير. يعني عبر رئيس سنيورة في هذا النطاق عن رأي عام واسع جدا يكاد أن يكون اللبنانيين جميعا بكافة اتجاهاته حتى بالاتجاهات الحاكمة. انهزت هذه الثقة في أي قرار محلي يمكن اتخاذه لإصلاح الأوضاع ولمعالجة هذه المأساة التي لم تخطر على بال أحد. يعني ما عم نعرف بعد توجه الحكومة الحالية، لأنه وزير الداخلية بتصريح من برج حمود من بلدية برج حمود قال لا داعي لتحقيق دولي، ولكن عند سؤال وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد تلاوة مقررات مجلس الوزراء قالت ما في شيء مستبعد. ما في شيء عند هذه الحكومة، ما في شيء أساسا. يعني هذه الحكومة ما شايفة أنه البلد حالته بالويل أساسا، اقتصاديا واجتماعيا وحياتيا. شو بدك خود أي بلد صحيا وأمنيا أيضا، بلد الزبالة وبلد الكهرباء المقطوعة شو بدنا نحكي تفاصيل معروفة وملموسة عند كل الناس. حتى إذا تجاوزناها ووصلنا إلى هذه الكارثة، حتى هذه الكارثة بقول لك شو ما في خالص القصة. يعني وخمس أيام تحقيقات معهم وقت على مالهم. هذه أي تحقيقات هي بدها تصير؟ طيب عال هلأ في تحقيقات دولية أو مطالبة بها أو عربية أو إلى آخره، هذا يدل على هذه الثقة المنعدمة عند جميع الناس. هذه الحكومة وهذه التوجهات الخفية في الحكم عموما في البلد لن تصل بالبلاد إلى شاطئ الأمان. نحن شايفين اليوم كيف هب هلأ العالم الذي عم نسبه ونبهدله كل يوم، وسواء كان العربي أو الدولي، ونجد فيه يا لطيف كارثة الكوارث، وأنه هو اللي عم بيقصف عمرنا.
فإذا به الوحيد الذي يتحرك أمام هذه الكارثة أكثر مما يمكن عم يتحركوا. نعم، نكبة بيروت جمعت كل العواصم يعني لمساعدة لبنان بقدرات قد تكون أقوى بكثير من قدرات أهل البلاد الشبه المنعدمة والغارقة حتى درجة الإفلاس. يعني لا أدري كيف كان يمكن أن ننهض بهذه البلاد بالظروف القائمة. يعني هل أنت تشكك أنه مش رح نوصل لنتيجة نتيجة أو الحقيقة بانفجار مرفق بيروت؟ أنا الحقيقة أذهب بهذه المواضيع بعيدا. أنا أشك بانطلاقة هذا الموضوع من حوالي 6 سنوات. كيف وصلت هذه القنابل الذرية الخفية إلى مرفق بيروت واستقرت فيه واستقامت سنوات ولم يحرك حدا أحد ساكن؟ من هو هذا العظيم الذي سمح بما يخالف كل القوانين وكل الأنظمة الأمنية والحكومية واللي بدك إياها وحطلنا هذه القنبلة الموقوتة اللي خربت بيتنا وقتلت وجرحت وفقا لما نعلم جميعا؟ مين هيدا؟ القضية تبدأ من هنا. ليش حتى القصة؟ هو شخص واحد تعتبر؟ ما هي يعني حلقة سلسلة من يعني الأهمال والفساد قد يكون سلسلة من الأشخاص المنتفعين، قد يكون ناس لهم مصلحة معينة، قد يكون إيداع حفظ للوقت اللزوم وكان اللزوم نحن الناس ولم تكن قضية وانفجرت القصة بوجه عموم الناس ولم تنفجر في سبيل قضية. نحن ندفع اليوم ثمن كبير لتوجهات ليست في مصلحة لبنان على الإطلاق. أعود إلى اقتراحات صدرت عن غبطة البطريرك. نعم. وكانت منطلقة لأجواء جديدة طرحت في البلد وأنا كنت بعتقد ما حتوصل لمحل ولكن طرحت، الآن أصبحت مطروحة بشكل مختلف. الآن الكارثة التي حصلت هزت كياننا كلنا، حياتنا كلنا، لم يبقى بيت. أنا بيتي ما بعرف شو صار، أنا بيتي أنا يعني الانفجار جعلني أتشقلب بالكوريدور والحمد لله انتهت على سلامي. غرف عندي بأمه وأبوها راحت، صار مع أنه أنا بيتي بعيد، يعني بيتي هون قريب منكم قريب من المحطة. فأنا أعيش، أولادي كانوا مفكرين بالهجرة ولا مفكرين أكثر؟ يعني للأسف نعم أن أصبح كإنسان وحيدا وسط كل هذه المعامع وهذه المخازي وهذه التصرفات المؤذية. هل اللجان لكن رح تتشكلها الحكومة ستشفي يعني غليل اللبنانيين؟ يا سيدي كل شيء بالنهاية اللي فقد له أخت أخ بي أم بالأرواح، في ناس بعدها مفقودة وهذا يمكن بعد نأخذ هذه اللجنة التي تشكلت نص الحكومة ومسؤوليها ونص أمنيين. الأمنيين مع احترامي لهم ما عطيونا الأمان، يعني مش هن يمكن يكونوا السبب، ربما كان السبب من هم خلفهم ومن هم مسؤولين عنهم. إنما هذه اللجنة المشكلة من عصير لأوضاع البلاد السيئة، هل نركن إليها؟ هل يمكن أن يصدق مواطن اليوم أن هذه اللجنة التي تشكلت ستصل بنا
إلى بر ما؟ هل ستنقذ أولاده؟ هل ستعطيه بيتا يستعيد به عن بيته التي تهدم؟ نحن بكرسي 100% بكرسي كبير. أستاذ محمد نهر رح نكمل معنا، رح نكمل مع بعض الحوار واللقاء، لكن خلينا ننتقل إلى الزميلة نيلة شهوين المتواجدة بشوارع الأشرفية بالتحديد يمكن بالجميزة. نيلة أنت معنا على الهواء، تفضلي. نعم توني، نحن بمنطقة قريبة من شركة الكهرباء شارع الجميزة بآخره تقريبا. شباب هون انتو شو عم تعملوا؟ عم تشتروا خبز؟ عم نوزع خبز ومي وبيكون على العالم. لمين عم توزعوا الخبز؟ عم نطلع على البيوت العالم مكسرة، وكل ما نشوف حدا عم نعطيه أكل ومي. بعد في عالم بالبيوت هون، البيوت كلها مكسرة. بعد في عالم مش عم بيقبل يفلوا من بيوتهم، لأن بطل عندهم شيء يخسروه للصراحة يعني. شو عم توزع الخبز؟ ايه توني، يعني هيدول المبادرات الفردية مثل ما عم نشوف بهيدي الصورة، هن الشباب والصبايا عم بينطفوا الركام، عم بيساعدوا بشيل الركام عن الطريق. فينا نقرب شوي دموازيل؟ فيك تجي شوي لعندي؟ انت هيك منك لحالك قررت تجي تكنس الطريق هون؟ نعم يس، اكيد اكيد يعمل اخر هيدي بيروت، لانه لازم نعمل هيك كرماله. صالكم من الصبح تشتغلوا؟ لا ما لي زمان، بس ناوي ابقى هوبفلي. يلا يعطيكم العافية. يعني توني مشهد انساني كتير حلو هون بمنطقة الاشرفية، الشباب والصبايا كلهم حاملين المكانس و ويعني أدوات التنظيف، وحاليا مثل ما عم نشوف بالصورة أيضا شيل الركام بعدسة الزميل أيمن عزام، شيل الركام عن الأدراج، وهلأ إجت هيدي الشاحنة لسحب الركام يلي موجود على أبواب، على الأبواب. توني في إذا فينا نشوف فوق على العالي، في سيدة يعني ثمانينية هي على تاني بالكون، هي عم ترفض تخرج من بيتها. هيدا الشارع، شارع هيدي البناية متضررة جدا جدا، هي ثمانينية، الكل جرب يقنعها انه تخرج من بيتها، ولكن ابدا ما عم تقبل هالشي ابدا، وهي رافضة تخرج من بيتها. هون بشارع مر مخيل الحركة كتير كبيرة، لكل العالم موجودة هون، يعني في تحذير، يا في تحذير من قبل العالم. تفضل نائب، شو وضع؟ وين؟ طب تعيط له لو سمحت. إجا نائب المهندسين لهون على المنطقة. أنا في راسه نائب جاد ثابت. خليكم، يعطيك ألف عافية نائب. الله يعافيك. يعني أنت شو عم تعمل؟ عم بتشيك؟ نحن مع مجموعة من النقابة، مع وفد من النقابة، عم نعمل مسح، عم نعمل بالأول جولة على المناطق المتضررة من الانفجار. عم نعمل نرجع من الأول. لا تفضل، أنت مباشر، أنت مباشر، تفضل. إيه، عم نعمل برمة على المناطق المتضررة من الانفجار، لأنه شكلنا لجنة منشان تمسح الأضرار، وعنا هون الخارطة تبع المناطق، بدنا نقسمها مناطق مناطق، وبدو ينزل لجان، كل لجنة بدها تاخد منطقة معينة، لجان هندسية طبعا، كل لجنة بدها تاخد منطقة معينة، بدها تحط لائحة بكل المباني المتضررة وبمستوى التضرر، يعني إذا كان تضرر إنشائي، إذا كان كل هاي البناء، إذا أجزاء من البناء، إلى آخره إلى آخره. اللي عم نشوفه مثلا إنه في بنايات كتير متضررة، مثل هيدي البناية اللي هون، البناية اللي هونيك اللي متخوف، وفي بنايات في أقسام منها متضرر، ولازم أنه يعاد النظر ويترمموا بسرعة منشان ما يزيد الخطر عليهم. نائب هيك كنظرة أولية، بعرف أنه بعدكم
أول المشوار، بس كنظرة أولية قدي عدد المباني المتضررة بالكامل؟ يعني لليوم لهلأ نحن مشينا البور كله سوا متضرر، ما فيش بشارع الجميزة، بشارع الجميزة مش كتير، في ثلاث بنايات. هلا بدنا نروح على مرم خيل لنشوف شو الوضع هون. المباني يعني هيدي وهيدي، ايه هيدي. في ثلاث اربع بنايات بشارع الجميزة وضعهم خطير جدا. ايه وبرايكم هيك كتوقع قد ايه بدها وقت هيدي العمليه لاعاده الترميم؟ فينا نعمل مسح كتير سريع، بعدين الموضوع له علاقه بامكانيات الناس، بامكانيات الناس. هيدا صحيح. شكرا لك. أنا رح أمرق على تلفزيون لبنان الساعة 8 عشية. يا أهلا وسهلا فيك. إذن توني كنا معكم من منطقة يعني بالنص وسطيا بين جميزة ومرم خايل. الصليب الأحمر عامل خيمة على أول على أول مرم خايل، نسميها خيمة الأسعافات الأولية النفسية، تساعد كل العالم يلي موجودين هون. توني لذلك نايلة حدثينا مباشرة من منطقة الجميزة، يعني حيث الأضرار كتير كبيرة، وشفنا هالتعاضد بين المواطنين والمساعدة اللي عم يقوم فيها الشباب والصبايا. كل التحية لألهم اللي عم يكنسوا الشوارع، عم يلموا الركام، وأيضا عم يساعدوا المواطنين العالقين ببيوتهم بمدهم بالخبز وبالمياه. يعني كيف توصف هالمبادرات الفردية؟ أنا الحقيقة قبلي أنه هذا شيء أكثر من طبيعي. يعني كنت بعمل وبعرف شو كانت أحاسيسي وشو تعلقي بهالأرض اللي الحمد لله ما زالت. أنا ابن مؤسسات هذا البلد، رئيس لأكثر من جمعية لها علاقة بالأرض. أنا رئيس سابق لنادي النجمي، أنا رئيس سابق للمركز الإسلامي، وهكذا كذلك، يعني كذا جمعيات تجعلني مجبول بهالأرض، اللي تجعلني أفهم كل واحد منهم وتعلقه بترابه حيث خلق وحيث يتخيل انه له مستقبل. للاسف عم بيهزوا له هالقناعه. يعني نحن ما بقى في شيء يهزها. اما هؤلاء الشباب هذه القناعه، انا اتوقع لتب من نتائج هذه المأساة أن تكون هناك ردة فعل غير شكل. اليوم ما زلنا انتفاضة، يعني رح يصير ما زلنا نلملم جراحنا. بعد كم يوم الجراح حتبرد، وبرودها بيوجعك أكثر، بيوجع الناس أكثر، ولابد ما أنه نلبس شيء تاني. هيدول اللي عم يتخيلوا أنه ممكن بالضحك على دقون هؤلاء الشباب وغيره ممكن يلملموا الأمور، ما بقى تتلملم صار، أو على الأقل صار كتير صعب تتلملم، وبدأ جهد كبير لإعادة الأحوال إلى نطاقها تتسابع. أستاذ محمد، شفنا كل الدول العربية والغربية هرعت لمساعدة لبنان بعد يعني اليوم الأسود اللي شهده. كيف توصف هالمساعدات؟ هي فقط من باب المساعدات الإنسانية أم لا ممكن هون إعادة لبنان إلى حضن العربي أو الحضن الدولي لمساعدته من بعد، مش بس مساعدات إنسانية أيضا للمستقبل؟ أنا برأيي نعم، المأساة اللي حصلت دفعت بكل هؤلاء اللي ابتعدوا عن الوضع اللبناني وعاقبوه. كنا معاقبين نعم، من العرب ومن غير العرب. الآن الحس الإنساني بدأ يغلب عند الجميع، بما فيهم أعدائنا، بمن فيهم اللي عم يعاقبونا. يعني ما ممكن ما يتحرك ضمير أي مواطن بأي بلد كان تجاه ما يراه وما يسمع به وما يشاهده من قضايا، يعني ما حصل في لبنان مثل هيروشيما. يعني شغلة غريبة لا تحصل في العالم إطلاقا. يعني بدك عالم متخلف كتير لحتى تحصل فيه، وقد كنا في قمة التخلف حتى جتنا هالهدية الحلوة اللي روحت بلدنا إلى أقصى المآسي.
ما بعرف قديش مداها الإيجابي، ما في شك أنه فيها إيجابيات وفيها مراجعة أوضاع وفيها محاولة لملمة. أنه بكرة في زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعني هل فقط هي أتت للتعزية أم لا ممكن في رسائل أكثر؟ فرنسا مهم جدا في لبنان، ولكن في إشياء بتهم أكثر من إشياء. وهذا البلد الذي يعطي، خايفين على ماله، خايفين على هذا الفساد الهائل ما يروح لديعان. يعني ما حدا بيعطيك لأنه تسرقه أو تسرق نفسك من خلاله. يعني أنت بتعتقد ستحمل رسائل أم فقط للتعزية؟ أنا أميل إلى ذلك وأعتبر أنه إلى ماذا؟ هذا التحرك هو تحرك إنساني. والعالم كله بيتحرك بالظروف الإنسانية الآتية. ونحن نمر بظرف قاسي جدا، كارثة قاسي جدا جدا. وما أتلقاه من تليفونات من شتى أنحاء العالم من أصدقاء وغير أصدقاء لبنانيين وأجانب يدل على مدى لك شو قصتكم، وين رايحين، لك فهموا شوي، مهوار ودعسين في الحياة. يعني بالفعل يعني إلى جانب الانهيار الاقتصادي والمعيشة والمالة والأمن والاجتماعي اجتنا والصحة طبعا، يعني مع وباء كورونا اجتنا هذه الكارثة على أمل والصلاة مثل ما بيقولوا أنه نطلع منها لهالكارثة بأقل خسائر ممكنة. صحيح. وكمان أنا بختم هالحلقة اليوم وبختم هالنهار الطويل، أول شيء بدي أشكر كل فريق عمل تلفزيون لبنان وكل الزملاء اللي غطوا المرفأ المطار، وأيضا الأشرفية الجميزة مطرين بيروت، كل رفقونا بالنقل المباشر، وأيضا البراجي معنا، ونشكرهم لهالنهار الطويل ولحظات. بنكون مع لتمام الساعة 7:30 مع النشرة المسائية المفصلة. شكرا للمتابعة. شكرا لك وكل زملائك. We'll be right back.